اهلا وسهلا حبيبتي، كنتمنى تكون على خير وبخير ومرحبا بكم في فيديو جديده. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم اليوم ديالي كيفاش دوزتو. يعني ب كي هكذا ملي كنخرج، ملي كيكون عندي المشاغل على برا، فاش كنرجع للدار، كي شنو كندير، شنو كنوجد في الغداء، شنو المهم غادي نشارك معكم النهيره ديالي. يعني كيفاش قضيتو بالتفصيل. البنات اللي مازال ما التحقوش بيا في الانستغرام، كنقول لكم غادي نخليكم انستغرام ديالي هنايا الا بغيتو تلتحقوا بيا. كنشارك معكم بزاف الحويجات في انستغرام اللي ما كنشاركهاش في اليوتيوب. المهم النهيار ديالي غادي نبدأ بطبيعة الحال بحال كل يوم بالكويس ديال القهوة، أولا فنجان القهوة اللي ضرورية في الصباح. دابا وليتو يعني كتعرفوا العادات ديالي الصباحية. غادي ندير واحد الفطور اللي ساهل وبسيط وسريع. غادي نشارك معكم شنو كنفطر. يعني ماشي دائما الطبلة كتكون منوعة، ماشي دائما كتكون الطبلة مزوقة، ماشي دائما، يعني على حسب القانا وعلى حسب، وخاصة ملي كنكون غادي نفطر بوحديتي كنشوف داكشي اللي غادي نفطر به وهو اللي غادي نجبدو. ماشي كنعمر الطبلة وانا غادي نفطر بوحديتي، نعمر الطبلة ونجبد كلشي ونرجع عاوتاني نهز كلشي، لا، كنشوف شنو غادي نفطر. الا كان البيض غادي ندير البيض، الا كان شي حاجة اما يوغورت مع لي سيريال غادي ندير بحال هكذا. المهم هاد النهار كان واحد الفطور اللي صحي. غادي ناخذ القهوه ديالي مع هاد الخبيز هذا اللي غزاله البنات ديال الشعير، صراحه زوين بزاف بزاف وصحي وخفيف على المعده. اللي كنسخنو في الفريران حتى كيولي كمقرمش، وعاد كنحطو مع ندير زويته بلديه اولا زيت العود ولا زيت الزيتون مع واحد الفريميجه يعني مربع ديال الفخوماج اللي هذا صراحه كيعجبني، هاد النوعيه اللي كتعجبني بزاف. وصافي، وكان الفطور ديالي سهل بسيط. الفطور ديالي غادي ناخذه بسرعه لان عندي بزاف ديال المشاغل على برا، ما غاديش نشاركها معكم طبيعة الحال في هذا الفيديو. كانت مشاغل اللي هي اداريه وبزاف الحويجات اللي قضيتهم، ما كانش يمكن لي لا نصور لا حتى شي حاجه. وصافي غادي نشارك معكم من بعد ما غادي نرجع للدار، رجعت عيانه مسخسخه، كيفاش ديبانيت الغداء ديالي، هادشي كله غتشوفوه معايا في الفيديو. ونتمنى هاد الافكار هادي تنال اعجابكم. البنات عاد دخلت، كنت خارجه عاد دخلت دابا من برا. المهم دخلت وما بقاليش الوقت باش غادي نوجد شي حاجه للغدا. كنت عول على شي حاجه ولكن ملي تعطلت فيها على برا بدلت عاوتاني الراي. المهم هادشي اللي كان عندي هو اللي درت به اللي غندير الغدا للدراري به. المهم عندي هنايا هاد ريكوتا، ريكوتا شبينات، ريكوتا هادي من غيفو كتباع في غيفو، يمكن كاينه حتى في ليدل. المهم هاد الريكوتا معمرينها بشبينات. المهم هادي الطريقه ديالها كتسلقوها وفي الماء مملح، وها انتما كيف ما كتشوفوا فيها البازيليكوم يعني الحبق، وفيها هذا في داك ريكوتا من الداخل، وهذا كتسلقوها كديروا الماء مغلي بالملحه وكتسلقوها. تقدروا تضيفوا لها شي صوص هكا مع صوص طوماط الا بغيتوا يعني تقدموها بها، بغيتو تخليوها غير كطبيعيه كتخليهم على حسب وليداتكم شنو كيبغيو. درت لهم هاد كارطوفل طاشن، هادو درتهم في الفران يطيبوا، صراحه زوينين. انا صراحه كيعجبوني هادي البطاطا ومعمرين من الداخل بالكرويطه يعني بداك الاعشاب المنسيمه بحال السيبوليت وداكشي، وفيها حتى الفرماج. وصافي وغادي ندير واحد، غادي ندير لاصوص، غندير غير واحد لاصوص عاديه ديال اليوغورت اللي باش تنكل بها هذه، اما دي مع الكاتشوب ولا مع شنو ما بغيتو تاكلوها، مي مع هاد لاصوص هذه كتجي زوينه زوينه زوينه. داكشي علاش غادي نديرها، غندير هذه بالياغورت الطبيعي. هنا درتها في الفران كيف ما كتشوفوا، درتها صافي كطيب ودغيا دغيا. بغيتو كتقليوها في المقله كتقليوها، انا ما كنفضل يعني الحاجه هكا في الفران كتجيني افضل من القليان. هنا درت ماء مغلى، غادي نضيف عليه، درت الملحه بزاف نشيت نخوي شويه مع ملي كتبقى تشوفوا في الكاميرا وكتصوروا. يعني كيسحب لي انا مازال ما وصلتش الملحه باش نخويها، انا خويت واللي عطى الله عطى. المهم معليش، غادي ندير داك شبينات ريكوتا غنديرها هنايا غير تسلق. المهم كتسقطوها وكتسلقوها هنايا حتى 10 دقائق، 10 دقائق كتسلق وصافي وهي واجده. هاد النهار البنات حسيت بواحد الدوخه غريبه، والله الا حسيت بواحد الدوخه غريبه. الفياق بكري، يعني راني تعودت نفيق بكري لان راكم عارفين من المدرسه صافي ما كاينش داك النعاس تال 9 ولا تال 10، يعني الفياق مع 6 الصباح. المهم يعني فقت نورمال، مشاو لي وليدات المدرسه، خرجت فطرت يعني مزيان في الدار، فطرت مزيان
بحال العاده. وخرج، منين خرج لبرا كنحس فيها بحال واحد الدوخه، ملي كنهز راسي ولا كنهبط راسي كنحس فيها واحد الدوخه. غير جيت دابا غير بقيت كنحط داكشي الغداء للدراري نوجدو هو الاول، ودرت هذا الفيتامين هذا ديال الايزن، ايزن بلس فيتامين هذا. صراحه زوين كنديرو مره مره ملي كنحس براسي هكذا ماشي هي هذيك عيانه ولا فيها لافاتيك، اما كندير هذا اما كندير ديال فيتامين سي. هنا نوريه لكم، هذا هو ديال فيتامين سي، كنديرو مره مره ملي كنحس هكا. بعد المره كتنوضو كتلقاو راسكم عيانين فيكم لافاتيك مرخيين ولا هذا، كنديرو مره مره، ما كنكثرش الصراحه منهم، هو الصراحه زوينين. ودابا درت هذا قلت ربما يكون عندي شي حاجه ناقصه، لان عاد غادي نمشي ندير الكونترول، ماشي ندير الكونترول، خصني نمشي نحيد الدم ون هذا نحيد الدم ونشوف شنو عندي، لان بعد مره كنبقى كنقول لك يا ما يكون عندي شي حديد ناقص، يما يكون عندي شي فيتامين دي ناقص، ولا لان واحد الوقيته كان عندي فيتامين دي ناقص والحديد، وكنت يعني درت التريتمون، وفاش وليت درت عاوتاني التحاليل ورجع لي كل شيء هو هذاك الحمد لله. ولكن هادشي البنات ضروري ضروري ضروري، دائما دائما خص الواحد يراقب راسو، ما نساوش راسنا، يجيونا شي اعراض ونهملو راسنا ولا، لان واحد الوقيته كان فيها واحد الاعراض، دائما كتجيني الدوخه الحريق ديال الراس وهادي، وكنقول غير من العيا غير من التعب غير من هادي، مع كنا عاد كنا رجعنا من الصفر من المغرب، وراك تعرفوا ملي كترجعوا من الصفر ترجعوا للدار تخملوا تقادوا الدخول المدرسي، وكنت كنقول غير من التعب وما ديت ما جات. ولكن واحد النهار فاش مشيت دوز فاش درت التحاليل لقيت بان عندي فيتامين دي والحديد ناقص، واغلبيه السيدات عندهم فيتامين دي ناقص والحديد هادو، اغلبيه السيدات. انا طيب عندي في الدار كلشي صحي، كلشي زعما كنحاول ندير دائما اكل متكامل ديما لي سالاد ديما، ورغم ذلك كنلقى عندي هاد يعني هاد العنصرين بجوج عندي ناقصين. يعني السيدات ضروري ضروري دائما ديروا شي كونترول، يعني باش تطمئنوا على راسكم، يعني ما تقولوش لا هذا غير الشقيقه ولا هذا غير حريق الراس ولا غير السخفه ولا هذه، وما يعني وما ما تقلبوش شنو السبب. يعني كنصحكم انكم ما تهملوش راسكم. صافي دابا انا غادي نشرب هذا، فاش كنشربو صراحه كنحس براسي شويه، ولكن ضروري خصني نمشي للطبيب. صراحه ما عنديش مع هادشي الادويه وهادو، ولو هادو غير فيتامينات. هذا فيه القشماك ديال الكرش، فيه القشماك ديال حب الملوك، بحال اللي كتشربوا شي عصير زعما، صراحه زوين بحال اللي كتشربوا شي عصير. هادو الا سولتو عليهم راهم كاينين، بعد هادو خديتهم انا من روسمان، ولكن حتى دي ام كاينين هاد الفيتامينات هادو. صافي غادي ندوز دابا باش نحضر لاصوص ديال هادشي هذا، وندير واحد الشليضه عاديه، شليضه بالخس، وغندير فيها روكولا. روكولا البنات هو الكركير اولا الجرجير، في الدول الشرقيه كيعيطوا له الجرجير، حتى هو زوين وصحي وكيعوض لكم الحديد الا كان عندكم ناقص، يعني خص السيدات كلهم ياكلوه، حتى وليداتكم تعودوهم انهم ياكلوهم. صافي غنكمل شغلي وانا معاكم. غادي ندير الملح لهذا الياغورت الطبيعي، نديرو شويه الملح، وغادي ندير الابزار اولا الفلفل الاسود، شويه باش ما يجيش حار على حق انا والدراري، وغادي ندير شويه ديال الثوم المجفف. الثوم كيعطي واحد المذاق زوين. غادي ندير شويه ديال الحامض، الحامض غادي ندير غير هذا، تقدر ديروا هذا السيترون هذا، تقدر ديروا فقط شويه، وتقدر ديروا حتى الخل. وغادي ندير شويه ديال هذا الديل اولا التبش بيو، المهم يكون عادي وصافي واخا ماشي بيو. هذا كيتباع مجمد. صافي كنخلط بحال هكا، هذا كيجي بحال ريمولاد، بغيتو ديرو فيه شي شويه ديال شوف. صافي المذاق هو هذاك، صافي
كيجي زوين. غادي نخليه ونمشي نوجد لاصوص ديال لاصالات. لاصوص فينيغ كنديرها البنات كنديرها معها شويه ديال لاموطاط. المهم غندير واحد شويه ديال لاموطاط. انا كندير في هذا بحال في هذا الكاس، هذا الكاس عين. كناخذ كاس بحال هكا اللي يكون عنده الغلاقه ديالو بحال هكا كيتسد. كندير فيه العناصر كامله، الملح، حليب، بزار الزيت، الخل ولا الحامض، وشويه لاموطاط، وكنسدو وكنبقى نمخض بحال هذا الشكل هذا. صراحه كتجيني ساهله. وهادو القريعات ديال لاموطاط بحال دابا هكا فاش كيبقاو لي زوينين كنخليهم. بحال دابا هذا حتى هو راه قرب يتسالى وصافي، غادي نخليه حتى هو غادي نوصلو ونحتفظ به ونخليه ونبقى نستعملو. يعني استعملات بحال هكا الا بقات لي شويه ديال المايس كنخليها فيه. بحال هاد القريعات هادو يعني يمكن لكم تحتفظوا بهم. دونك غادي ندير لاصوص وهنا معاكم. صافي ريكوطا ديال هي تسلقات، بقى لي دابا غير نصفيها. خليها تسقطر هنايا وعاد نكمل لاصوص ديالي. ندير شويه د المليحه، درت انا شويه د المليحه. غندير شويه ديال الابزار، ماعرفتش كيبان لكم ولا هكا. ندير شويه ديال الحامض، وندير شويه ديال الخل، وندير شويه ديال لاموطاط، وواحد معلقه صغيره. غادي ندير شويه ديال الزويته البلديه. دائما كندير زيت البلديه، ما كنديرش زيت الروميه هكذا. غادي ندير واحد القطيره ديال الماء، واحد نص معلقه صغيره. صافي كنسدها وكنخدها. داك الميه اللي زدت غير باش كيتجانسوا داك العناصر كاملين مع بعضياتهم، هانتوما كتجي خاطره. ثم البنات ها لاصوص ديالي هي هذه، شوفوا كي كتجي، كتجي خاطره. دونك ها لي صوص ديالي وجدتهم، قالي دابا غير نوجد الطبله. صافي غادي نحطهم غير في الزيت هذا بحال هذا الشكل. المهم ديال الغديوه ساهله بسيطه. داك كارطوف الطاشين هادو مع لاصوص ديالهم حطيت لهم بحال هكا، هذا اللي بغى يغمس هنايا. هذيك ريكوطا خليتها غير هكا طبيعيه، تقدروا ديروا عندكم صوص طوماط ديروها، تقدروا ديروا صوص البيضاء. هما بغاوها غير هكذا لان ديجا راه معمره بشبينات ولا بالسبانخ وصافي. السلطه هي هذه السلطه، راني ديجا مقطعه هنايا لتحت كاع، مقطعه مطيشه والخيار، المايس عاد غنزيدوه وغنحطوه من الفوق. صافي ابفلطاشين هما هادو، زليفات هما هادو، ابفلطاش كنقولك كارطوفلطاش ماشي ابفلطاشين. صافي هنا حضرت واحد العصير ديال الاناناس مع الموز، و طحنته مع عصير البرتقال كيجي غزال. الاد منو ما كاينش، عاد عندكم الى لافوكا تقدروا تزيدوا واحد نصيص ديال لافوكا كيجي زوين بزاف. صافي هادي هي الغديوه السهله والسريعه.
غادي ندير واحد القهوه نرد بها المزاج، لان كيف قلت لكم راسي كان كيحرقني، ماشي جاتني بحال شي دوخه ولا ما نعرفت شنو. صافي خديت داك الفيتامين، خديت داك الفيتامين اللي فيه ايزن يعني الحديد دافيغ، وصافي وتغديت وداكشي. جمعت الطبلة، جمعت لا كويزين، وصافي وقلت غادي ندير واحد القهوة وغادي نجلس مع راساتي شي شوية نرتاح. ضروري ندير شي قهوة، المهم غير باش نحيد داك العيا وداك النفيق، نحاول نفيق شي شويه، واخا راني فايقه زعما مزيان الصباح فايقه الحمد لله بخير، رغم ذلك جاتني شي شويه ديال ما نعرفت. المهم لا ما عرفتش شنو هذا الشيء. نشارك معكم البنات هاد الشوكولا، هادي واحد الشوكولا اللي غزاله، هادي كان ممكن نديرها فاش كندير القهوه ملي ما كنبغي ناخذ لا كيك لا حتى شي حاجه، كنبغي ناخذ يعني فقط هكا شي حاجه شوكولا اللي كتحلي ليا القهوه باش ما كنديش هكذا السكر. كناخذ هاد الشوكولا هادي اللي غزاله، سميتها لا سبيسيال، لا سبيسيال غزاله، هادي كناخذها من ليدل، من ليدل البنات رائعه، فيها 32% ديال الماندل، صراحه زوينه بزاف وما حلواش يعني، وفيها نسبه الكاكاو مرتفعه، هذه ماشي فول ميلش ولا يعني كتجيكم شويه مجهده قاصحه، ولكن بالنسبه اللي كيبغي الكاكاو مزيان ولا كيبغي الشوكولا بزاف كتجي زوينه. كاينه اللي فيها فول ميلش، ماشي فول ميلش، اللي كتكون ديال النوازيت، بالنوازيت يعني بالبندق، ولكن كتجيني انا بحال اللي حلوه بزاف وفيها بحال شويه ديال الحليب، يعني كتجي فيها ماشي بحال هذه اللي كتجي شويه قاصحه، يعني هكذا مره الانسان ياخذ واحد المورسو ما فيها، بس صراحه زوينه بزاف. والمهم غادي ندير واحد الطريف مع القهوه ديالي، غندير فقط واحد المورسو، هذه ما كتخطانيش من الطري، يعني دائما بالنسبه للبنات اللي مبليين بالقهوه يعني واحد المورسو هكذا. ايوا كحله تقدروا تشربوها غير كحله، انا ضروري الصراحه ضروري كنبغي الحليب. غادي نهز البلاطو ديالي وغادي نمشي نجلس نرتاح، لا ما نجلسش هنا في الطبلة، غنمشي الكاوتش. باش نتكا شي شوية. الفيديو ديالي البنات سالة، شاركت معكم كيفاش دوزت النهار ديالي وبشحال من حاجة يعني تقاسمتها معكم، كان غدا سهل وبسيط في الأيام اللي كنكون هكذا مزروبة. المهم التحقوا بيا في الانستغرام ان شاء الله باش نتواصلوا ونكبروا هذه القناه هذه ونكبروا المعرفه ديالنا، وانا فخوره بالبنات اللي كيتواصلوا معايا اللي كيسولوا فيا. الا غبرت عليكم غير شويه، كنقول لكم راه غير مشاغل الحياه والوقت ما كيبقاليش باش غادي نمونطي، الا صورت الفيديو ما كيبقاليش الوقت باش نمونطي، كنقول لكم سمحوا لي وان شاء الله كنحاول ما نبقاش نغبر عليكم بزاف. الفيديو ديالي تسالى، كنلقاكم فيديو اخر موضوع جديد فكره جديده، وتبقاو على خير.